بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنشوف مع بعض برنامج نازل جديد ريفت لايف. البرنامج اول ما بتطبه بينزل جوه الادنس في الريفت زرار اسمه جو لايف. ده ليه؟ دلوقتي بعد ما خلصت الموديل خالص انا بدوس جو لايف، بياخد الموديل بتاعي يرفعه على اي 360، وبعد كده بعمله داونلود على الجهاز عندي تلقائي، فببدأ اشوف المبنى بسهولة جدا. اقدر اتجول اخد صور مترندرة جاهزة في اي اجتماع، اقدر افتحها اظهر له كذا صورة وفيديو وكل حاجة. فانا كل اللي انا اعمله ان انا هاجي هنا واقول له جو لايف، اتأكد من هنا ان انا مختار الاليستيك وان انا مختار ارتكشر، اقول له جو لايف، فبيبدأ يرفع الموديل، بيقول الموديل جاهز ان هو يترفع، اسم المشروع الفيو، فبقول له ايه جو، فبيبدأ يرفع الموديل بتاعي ابلودنج، وبعد كده ويتنج، وبعد كده بريبيرنج، وبعد كده داونلودنج. تمام، انا هختصر الوقت دلوقتي. خلاص اتحمل وظهر معايا اهوت على الديسك لايف اديتور. اقدر اجي هنا من الستايل اختار الستايل اللي انا عايزه، تمام، حسب الماتيريال وحسب الشغل اللي انا عايزه. اقدر اختار اذا كنت عايز امشي اوربت ولا عايز ان انا امشي جوه المبنى بالشكل دوت. ممكن اتحكم في الشمس، اتحكم في الشمس بتاعتي، اقول له مثلا انا عايز الظلال قد ايه بالشكل دوت، اني يوم زي ما انا عايز. اقدر اجي هنا اقول له انا عايز ابقى في الهوم. لو انا عندي النظارة فيرتشوال رياليتي ادوس هنا وابدا اوصل النظارة بتاعتي بحيث ابقى شايف المبنى وانا لابس النظارة. ممكن اجي من هنا اقول له انا عايز اقفل، عايز اعمل بابلش، عايز احطها على الايباد زي ما انا عايز. اقدر اعرض البريزنت بتاعتي، لو في اي اجتماع اقدر اعرض البريزنت زي ما انا عايز. فهو برنامج سهل ولطيف، واتوقع ان هو هيبقى ليه مستقبل حلو.